GFX Academy. عايز احط الافكت بتاع السحاب لما طول ما هو ماشي على الويب سايت بتاعي، او طول ما انا بتصفح الويب سايت بتاعي الكلاودز شغالة من ورا بشكل جميل ومريح للعين. انا لو ضغطت على الدبل على الكلاود بلاقيه علم لي على اللير بتاعتها كلها بالشكل ده. طيب الكلاود عندي ايه؟ من نوع البيت ماب، هي صورة انا عايز عشان احركها لازم جوه الفلاش اخليها موفي كليب. اخليها موفي كليب ازاي؟ بكذا طريقة. اول حاجة يا اما باخدها كده وارميها جوه لايبرري، اخلي اللايبرري بتاعتي انا كمان مسكت غلط، هقفل كله وامسك دي اللايبرري بتاعتي هخليها فوق كده. دي اول طريقه، همسك كده وارمي في اللايبر بتاعتي كده. بيقول لك ايه اختار، هتعملها بوتون ولا موفي كليب ولا جرافيك. اقول له والله دي هسميها كلاودز وهخليها موفي كليب، واقول له اوكي كده عمل لي دي موفي كليب. طيب انا عايز اعمل حركه يعني موفي كليب جوه الموفي كليب، يعني هعمل دلوقتي موفي كليب جواه موفي كليب بتحرك. طيب هعمل ايه؟ اروح تاني محول الكلاود دي بنفس الطريقة. طيب جميل، اخش دبل كليك وهلاقي نفسي جوه الموفي كليب اللي اسمه كلاودز اللي انا اخترته. وده لما اختار كده بلاقي في البروبرتيز اللي هي البيت ماب. طب انا عايز اعمل ده اللي انا عملته الموفي كليب ده موفي كليب كمان، باجي من اللايبرري وباجي بروح رميه كده واقول مثلا اسمه كلاود انيميشن. اوكي يبقى عندي اتنين. دخلت لو ضغطت هنا باجي على البروبرتيز بيقول لي ده الكلاود انيميشن، دبل كليك من جوه وضغطت على كده هلاقي اقول ده الكلاود بتاعك اللي هو الموفي كليب. لو ضغطت على دبل كليك تاني هلاقي ده البيت ماب. انا عايز اعمل الانيميشن بتاعي هنا على الكلاود اللي جوه الكلاود انيميشن. هاجي باخد لغايه مثلا الفريم 550 لغايه الفريم مثلا 600. هنا رقم الفريم بيظهر لك هنا الفريم 600، بF5 او كليك يمين واقف عند الحتة اللي انا عايزها واقول له انسيرت فريم. باجي على الفلير الاول او سوري الفريم الاول بقول له اديني حركة، عايز اعمل حركة تسمى الموشن. باجي هنا كليك يمين انسيرت موشن توين، شايف هنا الموشن توين فين؟ اخرها لغاية 600. طب يبقى اولها اول حاجة عندك دي البداية بتاعتك، النهاية بتاعتك المفروض انها باجي هنا وبحرك ده كده بالشكل ده لغاية الآخر. متأكد هنا اوكي. لو جيت عملت بلاي بلاقي الكلاودز ده شكلها وهو ماشي طول الانيميشن بتاعي او طول ما انا بتصفح الويب سايت بتاعي. لو جيت طلعت بره، لو جيت طلعت بره هنا دوست بلاي ما بشوفش حركه الاستحاب عشان ده موفي كليب جوه الموفي كليب. عشان اشوف الحركه الكامله بقول من كنترول واقول تيست موفي او تيست او
اختصار كنترول انتر، كنترول انتر على طول المسج دي، اقول له اوكي. شايف هنا حركة الكلاود ورا عامل ازاي؟ دي بتبقى بالطريقة دي او بالشكل ده تعمل الترانزيشنز بتاعك. اوكي طيب، هنيجي بقى على اللي احنا خافينه ده. يعني اللي احنا خافينه ده هو اللي احنا عايزين نبدأ نشتغل عليه شوية. انا عايز المربع اللي انا بخفيه ده ابدأ احط عليه برضو افكت، عايز اقفل كله وافتح بس اللي انا هشتغل عليه، يبقى هو ده. طبعا انا في طبعا يعني قلنا الانيميشن دايما ليه بداية وليه نهاية، فانا عايز احدد البداية والنهاية للانيميشن اللي انا عايزه. طيب انا جيت على اول فريم في البوكس ده، البوكس ده انا عايز اعمل له بداية ونهاية او انيميشن، عايز اخليه يبدأ من مثلا في حاجة هنا اسمها 3D. اوكي يبقى 3D روتيشن تول دي W من الكيبورد، لو ضغطت W هلاقي نفسي على طول دخلت في المود بتاعها. باجي بضغط هنا بيظهر لي حاجة كده غريبة شوية، في حاجة اسمها X Y و Z. لو انا رحت على اي احداثي من دول او اي لون من دول هيظهر لي حرف بيمثل الاحداثي بتاعه. يعني الحرف الواي ظهر لما رحت على الاخضر، وبناء عليه ان انا اول ما بيظهر لي حرف الواي ممكن اضغط بالماوس على طول، يبقى انا ماسك المحور واي بالشكل ده فوق وتحت. طيب جميل، هاجي على المحور اللي هو اكس، الاكس ده الاحمر، اول ما بروح عليه بيظهر لي اكس، معنى الكلام ده انا ممكن امسك المحور اكس يبقى افقي وعامل لي بالشكل ده. جميل طيب تعالى على الزد، انا لما رحت على الزد كده ظهر لي المحور، او رحت على الازرق ظهر المحور زد، المحور زد لو انا مسكته هلاقيه عامل لي حاجه زي كده. يبقى كده هو بيديني الابعاد كلها. ممكن لو عايز تمسك الفري اللي هو يعني كل جميع الاتجاهات بيبقى من بره خالص، واجي اروح عليه بلاقي الماوس عادي جدا ابيض، وباول ما بروح عليه بلاقي اسود بالشكل ده، يبقى اروح جاي ماسك بالماوس ابص الاقي فري في جميع الاتجاهات مش محدد باتجاه معين. هخليني مثلا هروح جاي عامل حاجه زي كده، دي البدايه بتاعتي اللي انا عايز ابدا بيها. هاجي على السليكشن تول واجي اعمل له كرييت موشن توين في اي حته، هو بينزل لي على الفريم ده على طول طالما ما فيش فريمات هنا، وممكن اضغط في اي حته ينزل لي على ده. عملت كرييت موشن توين بالشكل ده، هاجي بقى على الاخر او اخر فريم واقف عنده اهو، وهاجي عايز اعدل ده زي ما كان. طبعا عشان تعدله زي ما كان بالطريقة التقليدية ده انا امسك بقى الفري وارجع تاني صعب صعب، او انا هحاول ارجع ليها تاني اهو، يمكن اكون رجعت لها بس برضه مش مظبوطة 100%. ازاي اظبطها بالكلام ده؟ في حاجة اسمها ترانسفورم بانل. يبقى هنا من قائمة ويندو باجي بنزل على حاجة اسمها ترانسفورم او كنترول تي من الكيبورد، افتح لي بيبقى حاجة زي كده. يبقى عندك هنا روتيت بالشكل ده، وعندك الاكس والواي والزد. اللي هتعمله هتصفر كل ده صفر، روتيت انا عملت بلي، اجي هنا تاني واجي من الكنترول تي زي ما قلنا اخلي ده صفر زي ما هو، وده صفر، انتر صفر صفر بس. يبقى انا صفرته في اصفار في الاكس والواي والزد. تمام
يبقى انا رجعت كده، يبقى ده هيبدأ معايا بالشكل ده. جميل، يبقى اهو جميل. تعالى على اللي بعده، هنا اللي انا خفيها الكلام اللي في الاباوت، اقفل دي وافتح اللير بس اللي انا شغال. دايما دايما اتعود انا افتح اللير بس اللي انا شغال فيها عشان ما اخدش حاجه في طريقي بالغلط، ما ادوسش على حاجه وابتدي ينزل عليها افكت وانا مش واخد بالي وامشي عليها. اي حد بيمشي كده. طيب هاخد ده و عايز انزل عليه ترانزيشن او افكت تاني او الافكت اللي انا عملته. طيب خلينا نعمل افكت ده، خلينا نحفظه. انا عملت دلوقتي حاجه سبيشال كده مش موجوده في الفلاش، يعني الحركه دي مش موجوده في الفلاش، مفيش حاجه باديه كده وناهيه كده، تمام. فانا بقى مجرد ما باجي هنا كليك يمين بالطريقه دي واقول له سيف از موشن بريست، بيقول لي اديني البريست نيم بتاعك. هقول له مثلا، هقول له مثلا 3 دي روتيشن. دي 3 روتيشن. لما اروح على البريست بتاعتي هلاقي فيها نوعين، ديفولت وعندي الكاستمايز. الكاستمايز هتلاقي فيها اللي انت عاملها بنفس الاسم بالظبط، يعني ممكن تستخدمها تاني. طب تعالى نستخدمها تاني، تعالى هنا على اللير اللي احنا كنا فاتحينها وعلى الفريم بتاع الكتابه ده، وهننزل عليه نفس الطريقه اللي احنا عملناها او الايفكت اللي احنا عملناه، وتروح دايس عليه وتقول له ابلاي. تعال نشوف هيعمل ايه معانا. جميل، بس محتاج تظبيط. طيب هروح على الاخر، وصل لاخر فريم اظبط. هو ما كانش مظبوط من الاول، ظبطها كده. ونيجي دبل كليك جوه، هي عريضة قوي. هنيجي هنا الحته دي نقرب شويه، نيجي نصغر دي شويه كده، ونيجي نطلع ده فوق، هنشوف المنظر العام من بره مسافه عشان امسك كده بالايد. ما ينفعش، في حاجه غلط في الاباوت. تعال نشوف الباك جراوند بتاعت الاباوت بتاعتنا عامله ازاي. هنا في ده في الفريم الاخير اضغط عليه واصطن لي بالظبط الاستيج بتاعي. تمام، مخفية فوق، هنخليها نظبطها هنا كده. اوكي، الكلام نفسه هينزل تحت شوية. فوق سنة صغيرة عشان يبقى بعيد عن الوردة، يعني تقريبا هيبدأ من هنا طالع لي بره الاستيج. كويس ان ده حصل عشان الناس تبقى فاهمه ممكن تعمل ايه. تعمل كده، اوكي، يعني انت ممكن تعمل كده او دبل كليك لو لقيتها لسه بره، وتروح جاي مضيق شويه المساحه دي. شوية
نفس المقاس. أعتقد إنها كده يعني ظبطت شوية، ممكن برضو عشان تظبط أكتر معانا ناخد دي تحت شوية كده ودي نفردها شوية تحت. يعني حاجة ممكن تبقى حاجة زي كده. أوكي طيب تمام، نشوف نتمم على الصفحات كلها. الكونتاكت في مكانها، البورتفوليو في مكانها. اوكي جميل جدا، هنيجي هنا نعمل مثلا فيت ويندو عشان نشوف كل الورك سبيس بتاعتي ونبدأ نشتغل على الحاجة التانية. الحاجة التانية اللي هي آخر حاجة خالص أعتقد، لأ فاضل حاجتين، البورتفوليو. البورتفوليو نفتحها بالشكل ده، هيبقى معانا دي، هي دي. هنستخدم نفس بالظبط الموشن بريسيت معانا، أبلاي تبقى حاجة عاملة زي كده. بص البداية فين، ممكن أعمل البداية هناك بالطريقة دي، ممكن كمان اروح جاي 3D روتيشن واروح جاي اعملها مثلا كده مثلا، وده هيبقى كده تروح ظهرالي في الاخر بالشكل ده. جميل اوكي، هناخد الاخيرة اللي هي الكونتاكت دي وهضيف عليها ال 3D روتيشن بريسيت بتاعتي، اروح جاي قايل ابلاي واروح جاي عامل له اختبار كده، امشي بالتايم لاين. جميلة تمام، طبعا عايزة بس تضاف واحدة تعمل دراج كده لغاية اخر فريم. جميل جدا، يبقى انت كده عملت الترانزيشنز بتاعتك، يبقى انت كده عملت جميع الترانزيشنز بتاع الويب سايت بتاعك وشكله النهائي. طيب جميل، ان شاء الله باذن الله الفيديو من الفيديوهات الجايه هنبدا نشتغل على تاني خطوه اللي فعلا هتحس ان انت بدات تعمل تتفاعل بقى مع صفحه صفحه وتشتغل مع الويب سايت بتاعك. السلام عليكم.